عجبني قاعد وياه. الى لوكيشن اخر وتحديدا البصره. هذه القصه مؤلمه، مؤلمه بكل تفاصيلها. امراه بصريه كبيره في السن تعيش في غرفه تفتقر لابسط مقومات العيش، تواليت ما عندها. بكت امام الكاميرا من شده اشتياقها وعتبها على ابنها اللي تركها وسكن في بيت زوجته الى اسبابه ربما، لكن ترك والدته بهذا العمر وبهذا الوضع وهي دون معيل ومحتاجه للكل. بكت امام مراسلنا تقول له خابر لي ابني واحكي وياه بلكي يحن علي. المشكله انه الغرفه اللي تسكنها هذه المراه اصلا مهدده بالازاله، وهي ايضا مهدده باخلائها. اذا يعني هذا نداء الى اهالي البصره والى محافظ البصره، احنا نعرف غيرتكم، اكيد ما تسمح انه تكون مراه بهذا السن وما تساعدوها، هذا واجبكم اليوم. بنطرح هذه القصة، قصة هذه المرأة المؤلمة، حتى بلكي توصل لكم أنتم أهل البصرة. ما أظن أنه يعني أحد راح يجوع يمكم، لكن خلينا نوصل لكم صوتها وحاولوا تساعدوها. وهذا نداء إلى السيد المحافظ أيضا، يا ريت تلقوا لها حل. حتى نشوف تفاصيل هذه القصة، مراسلنا يونس الربيعي كان في البصرة وتحدث مع هذه السيدة، خلونا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي برنامج لوكيشن. أنا حاليا في منزل أو غرفة بسيطة تسكن بها امرأة بصرية مسنة كبيرة، يعني تسكن لوحدها، فالصراحة هي ربما أيضا حالتها خاصة، فنحاول نسمع من عندها شنو عندها وشنو مطالبها. يعني الحمام، ما عندي حمام، أصبح عندي الناس فوق. وين اهلك انت؟ ها؟ اهلك وين؟ اهلي قاعد هنا بنظران. وين هم عنك؟ ما يساعدوني، ما عندي حد، كل ما اقول يا روحي. ابني قاعد مو بالخصيب. ليش ما يسال عنك؟ ما يسال علي، يقول انا ما عندي مكان. زين هو طردك يعني لو شنو؟ ها؟ طردك هو؟ ابني من البيت؟ اي. لا، ظليت عند اسبوع وجيت هنا. صارت ايش قد يعني المده اللي قضيتيها بهاي الغرفه؟ هاي الغرفه من زمان قاعده فيها. هاي الفراش دايجه من نفسي، تعبانه مريضه انا، حمام ما عندي، لازم اشوف الناس وانقهر. ابني ما يساعدني، عادي بعد. ابنك ليش ما يساعدك؟ ما ادري اخويا. زين سولفي لنا عن وضعك، يعني حالتك حاليا يعني بغرفه واحده. حالتي تعبانه. ولد منكم ابني حن علي، ابني ما يحن علي. مكور اقول ابني ليش ما يريد حظي، لا يسال علي ولا شيء. يقول انا شو اسوي لي؟ يقول لي ما حط لي حمام. يقول شو اسوي لي ثاني؟ ما عندي فلوس، منين حطيت حمام؟ هيك قال لي. هو ما يحن عليك؟ لا. زين انت حاليا مهدديك، عندك غرفه واحده مهدديك يعني بترك هذه الغرفه، وين راح تروحين؟ ما ادري. قولي اما خدنا وياك، يقول ما عندي مكان. مساعدك؟ تحكي ويا اخويا بالتليفون، عندي رقم حاتي. احكي ويا اخويا، بكت يحن علي. لا رحم الله والديك، اسف رحم الله والديك. عندي رقمه. قول شو اسوي لك انا يمه، وين ما ترحي روحي. هم تشتاقين لابنك؟ اي قول ودعت يا ابني احتلني. ما اريد ابني وليد. أريد ابني بتعيش وياه. أريد يمي. مرة يعني تقريبا مريضة، زين
لا عدها والي ولا عدها احد، هنا المنطقه يعطفون عليها يسبحونها ويوكلونها، ومره محترقه جسمها محترق زين، ومالها كل واحد نايمه ويجي رديه، ماكو بشر يعيش هاي عيشتها، تطلع بالليل تخاف تجي للبيوت تقول ما اخاف بوحدي، انا مشتاقه لابني، تقول انا مشتاقه لابني، زين ابنها ساكن بابو الخصيب زين، ومو يمها بعيد عليها زين، هو قاعد عندنا سابته ابنها ترى زين، يقول لك انا ما اقدر افرض عيني سابتي اقعدها قوه، ما عندي امكانيه اخلي لي بيت، ما عندي امكانيه اخلي بيت، انا قاعد لف وين سابتي على قولتي، يقول قعدي زين، واكمل اخذ امي وهم ما يردوا معناها يطردوني هم بالشارع، يقول لي خذ مرتك وجارك وروح، وهذا حالها انت شفته، ولقمه اكل ما اعرف، وفتحت لك الثلاجه مالتها، يمكن ما ادري ما يحتاج اسولفك عن الثلاجه مالتها حبيبي صراحه، يعني وضعها خاص مشاهدينا الكرام من خلال شاشة قناة التغيير وبرنامج لوكيشن، ندعو الجهات المعنية الجهات الحكومية في محافظة البصرة لتوفير سكن لائق يليق بهذه الأمرأة البصرية اللي تسكن يعني بمكان تجاوز العشوائيات، وأيضا فوق هذا المكان هو مهدد مشاهدينا الكرام، يعني مهددين العوائل الموجودة بهذا المكان وهذه الأمرأة البصرية بترك هذا المكان مشاهدينا الكرام. فإذا مناشدة إلى يعني الجهات المعنية والجهات المسؤولة لتوفير مكان لائق مشاهدينا الكرام يليق بهذه الأمرأة البصرية اللي مهدديها بترك يعني مكانها اللي هو عبارة عن غرفة واحدة يعني حتى حمام ما بي. زميلي مازن أرجع لك. شكرا للزميل يونس الربيعي من البصرة، حقيقة المشاهد مؤلمة، ونتمنى احنا خلينا رقم الهاتف عسى انه احد يريد يساعدها ممكن نوصلكم بمراسلنا وتوصلوا لها لهذه المرأة.